من السعودية، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو اسمك الكريم؟ شنو اسمك الكريم؟ أبو محمد. من السعودية صح؟ إيه، يا أهلا و... حبيت أكون أول متصل إن شاء الله. يا أهلا وسهلا أبو محمد. يا مرحبا. جنابك من أبناء عائشة؟ إيه إن شاء الله، عسى يكتب لي لأجر إن شاء الله بالدفاع عنها إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، أهلا بك. عن طيب، أي رواية أخ أبا محمد ستدافع؟ لا، أنت عنوانك يقول أثبت لنا أنها شريفة، صح؟ نعم، وذلك في رواياتها الجنسية المطروحة في هذا البرنامج، يعني الموضوع خاص لا طيب، مشعب. مشعب. أولا أحاول أنها شريفة، أول أدافع عنها. أي إذا الدفاع أمكن ننتقل إلى الموضوع أخ الثاني، صح؟ أبا محمد، أخ أبا محمد لو سمحت، الدفاع يكون بما طرح من روايات في هذا البرنامج. يا شيخ، أعطيك الرواية أقوى من الرواية التي تذكره، أقوى منه. عن أي رواية تحب تتكلم؟ أتكلم عن الرواية موجود في بحار الأنوار لا وعندنا لا في بخاري، لا لا أخي الكريم، عندنا في البخاري. بحار أنوار مرت. لماذا لا مرت تعطيني فرصة أن الرواية تثبت أنها شريفة؟ أخ أبا محمد، أخ أبا محمد، الدفاع يكون عن عائشة فيما طرح من روايات في هذا البرنامج. يا الكلام شيخ، واضح ولا يا مو شيخ، واضح؟ أخاف عليك أن تكون من الذين يصدون عن سبيل الله. يسمع الناس، خليه يسمع الرواية. الموضوع لا يتشتت، برنامجي لا يوجد طيب، فيه تشتيت ما للموضوع، أنا لا أسمح بأن الموضوع يتشتت، لو سمحت، لو سمحت. هو نفس شريف، أنها شريفة ولا مش شريفة، نحن هذا موضوع نفس الموضوع. ما نتكلم تفرق. يا نحن نتكلم عن رواياتها التي طرحت في والله البرنامج. مثلا، ليه تخاف؟ يعني اسمع، مثلا خليه. رواية عكرمة، رواية الغلام الأيفع، رواية مثلا أبو موسى الأشعري، رواية علقمة، أتكلم عن رواية الرواية. الرجل المجنب، رواية همام المجنب، هذه الروايات المطروحة، هذا الكلام في طيب، هذه الروايات. لماذا لا تأخذ الرواية الآخرين؟ يتكلم أنها شريفة في كتبك، في نعم، كتبكم وفي كتبنا. لا لا، احنا كتبنا ما نريد، واضح، ما نريد أي شيء من كتبنا، طيب، واضح؟ في إي، كتبنا موجود، لو ما تقبل كتبك، يعني أولا بحار لازم، الأنوار، أولا يعني تناقش أبو من محمد، الكتب المعتمدة عندكم. أبو محمد، أبو م... المهم، اسمعني، خليني الناس تسمع عن شنو الرواية تسمع الناس؟ يقر أنها الناس شريفة. شنو تسمع؟ الناس تريد تسمع شرح روايات عائشة المطروحة في البرنامج، هذا الناس تريد تسمعه. أقسم بالله أنك تصد عن سبيل الله. خلي الناس تسمع عن هذه الرواية، إذا قبلوها قبلوها، خليه يبحث الناس، نعم خليك نعم الناس. في رواية عكرمة تحب تتكلم؟ لا، رواية رواية إن رجلا نزل بعائشة. عمار بن ياسر، هو يقول والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. طيب، ما رأيك؟ يعني قصدك إن رجلا نزل بعائشة، مو مشكلة، مو يلا. يا شيخ، لا طيب، تقطع وين صوتي. نزل هذا الرجل؟ وين نزل هذا الرجل؟ إن رجلا نزل بعائشة، أين نزل؟ في بيتها أم في مضيف؟ يا شيخ، ما أنا يريد، أتكلم ما يريد، عن شوف، كلام ما يريد، عمار، سيدنا عمار بن ياسير، أي ما أنه يريد، يقر أنها ما زوجة يريد. نبي. أرنب، أرانب، بس أنا أعرف أتعامل وياه، هذا سيروح لعلموه. محاور شيعي يلعب بي لعبي مزقة مزق، بس وياي ما يقدرون يلعبون هذا اللعب. تسمعني أبو محمد؟ تخاف يا شيخ؟ ليش؟ أي نعم، تخاف، تخاف. طيب، خلينا نطرح سؤال وين نفس نزل؟ الموضوع. اشرح وين لنا نزل إن رجلا نزل بعائشة؟ أين نزل هذا الرجل؟ يا شيخ. أنت ما تلقي الناس حتى القرآن والحديث. وين؟ خلينا طيب نتكلم عن الروايات اللي طيب عندنا. إن رجلا نزل بعائشة صعبة عليك، مو مشكلة، نطيحها لك، طيحوها لك، نطيحها لك ونحطها لك جوا الفراش، صدق كذب؟ هاي إلك وللخيرين وللمشاهدين وللنساء والرجال، الأخوة المستمعين والمشاهدين، نطيح لك الرجل اللي طب على أمك عائشة وأجنب، نطيح لك هاي الرواية، هاي اعتبرها طايحة تحت الفراش.
الروح الغير رواية. كيف تدافع عن عكرمة وهو يستمع كلام جنسي من عائشة؟ تفضل. طيب بالنسبة لك عمار بن ياسر كافر ولا منافق ولا شنو؟ عكرمة. عمار بن ياسر سيدنا. عكرمة وهو يستمع رواية من عائشة جنسية تقول له إن آلتك صغيرة. لأنه مشهور له في الجنة. نعم. أتكلم عن عمار بن ياسر. نعم تفضل. نعم عكرمة. عائشة تقول له إن ما معك مثل هدبة الثوب. شنو رأيك؟ سمعتك اسمعني مني كمان. أي نعم. كيف تدافع عن رواية عكرمة؟ لماذا عائشة تتكلم مع عكرمة بهذه الطريقة؟ عمار بن ياسير يقول إن أيضا يعني ما تريد رواية عكرمة. لا مو بهذا. طيب مو مشكلة، هذه الخاطر ولد الصلع سلم، والخاطر الصوع سلم، والخاطر النزل سلم وصعد سلم وتالي تطاح من الدرج ومات، نطيح لك رواية عكرمة مو مشكلة. نروح إلى رواية عمك الكبير أبو موسى. أنا طبعا متقصد أتكلم بهاي الطريقة، أريد أشوفكم أنه هذا الشيخ ما يريد يتكلم، يريد يقفز. أنا متقصد أطول وياه. طيب نروح لعمك الكبير أبو موسى الشعراوي الأشعري، الشعري الشعرية أبو موسى الأشعري لعنة الله عليه وعلى روحه. ليش عائشة تقول لعمك الكبير أبو موسى الأشعري أنا خبيرة بالجنس؟ تفضل. يا شيخ أنا بتكلم عن الرواية أنه يثبت نعم. أنها شريفة. أي أبو موسى الأشعري عائشة تقول له أنا خبيرة بالجنس. أقسم بالله ما تقول هكذا. يلا أقسم بالله طلع. إنك يلا طلع يلا صدت كلامك الآن. وقعت الفريسة بيدي. طلع الرواية. يلا طلع الرواية. يلا يا شيخ أنا طلع الرواية، لا تنزع ملابسك، طلع الرواية. يلا على كيفك تفسرها الرواية تفسرها. طيب على كيفك. طيب خلينا نسمع. طلع الرواية تفضل. طلع الرواية تفضل. عمار بن ياسير تفضل. طلع الرواية انت قلت اقسم بالله انه كلامي غلط. طلع الرواية تفضل. طلع رواية ابو موسى الاشعري. اكتب في الجوجل على الخبير سقط. قلت به ابدا ان كنتم مؤمنين لا تقذفوها. يقول يلا ولك شيخ تسمعني ولا ما تسمعني؟ تناسب لشهوتك. تقول جنسية مو جنسية. يلا طلع رواية ابو موسى الاشعري. اكتب على الخبير سقط. طلع الرواية. يلا طلعها. يلا طيب لو 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 هي هي طلع الرواية. طلع الرواية. بطل تأتأ. طلع الرواية. بعطيك كلمة. غسل الجنابة. عيب غسل. انت الان قسمت للناس، مو عيب عليك، انت شيخ سعودي عيب. ولا تفضح المشايخ امة المليار نزل سلم. انت الان قلت كلمة حلوة، قلت اقسم بالله انه انا كاذب، انه عائشة لم تقل انا الخبيرة الجنسية، وانا اقسم بالله انها افتخرت قائلة انا الخبيرة الجنسية. سميتك. الان طلع الرواية. طلع الرواية. هي ام للصحابة للمسلمين للمؤمنين اجمعين. اطلع الرواية لو اطلع لك من التليفون. اختار من هو ادرى. طلع الرواية يا شيخ. طلع الرواية. طلع الرواية. ولك طلع الرواية. يلا طلع الرواية. لماذا تمنع اكتب. الناس؟ لماذا تصد الناس ان يسمعوا؟ اكتب على الخبير سقط. تفضل طلع الرواية. يلا تفضل خلينا نشوف. يلا نتأكد انا وياك. قالت انا خبيرة جنسية. تقصد انها خبيرة في الجنسية. طيب طلع الرواية. طيب جيد الان افضحني. النبي طيب جيد اذا افضحني. طيب انا نية غير جيدة. جيد افضحني الان افضحني حتى يقصون اتصالك ويكتبون متصل صلع سلم يطحن ويمزق قناة صلع سلم. انا ما افضحك. طلع الرواية.
طلع الرواية، طلع الرواية وافضحني الآن أمام الناس، طلع الرواية يلا. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه، اترك عنك عمار بن ياسر، خلك بعمك أبو موسى الأشعري، دخل على أمك عائشة، اترك عنك عمار بن ياسر، طلع رواية أبو موسى يلا تفضل. اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل. مهاجرين وأنصار يركضون بالصحراء نازعين ملابسهم، اخوي قل له اركض اخوي عامر، ما نعرف غسل جنابه، اركض. وين نروح؟ نروح البيت عائشة، اركض. راح ابو موسى الاشعري، هجمة انفرادية بيد ابو موسى الاشعري، قول بالتسعين. شنو سوى ابو موسى؟ قال لها يا عائشة ان المهاجرين والانصار ناموا مع نسائهم فتورطوا في دينهم وربهم وقبلتهم، لا يعرفون ما يفعلون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في دينه، هل لا أكملتيه يا أمه؟ قالت له وما الخبر؟ قال لها كيف نغتسل إذا جامعنا النساء؟ قالت له تدلل بعديدي أخو خيتك على الخبير سقط، إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة فقد وجب الغسل. هذا افتخار من عائشة بأنها تفتخر بالقضايا الجنسية. تفضل طلع الرواية. هذا نيتك وهذا تفسيرك، تفسيرك هذا جيد، طلع الرواية اقراها وفسرها للناس وأنا أسكت ورب الكعبة. تفضل ليه تضيع وقتك؟ ليه تضيع؟ أنت قرأتها خلاص، تفضل طلع الرواية، تفضل طلع الرواية وأنا أسكت، والله طلع الرواية اشرحها وأنا أسكت، يلا قسم بالله يلا. قرأتها ليه تضيع وقتك؟ هذا وقتك من برنامج. لا لا أنا قرأتها، لا أنا قرأتها، أريدك الآن أنت تقرأها وتشرحها، يلا تفضل. يا شيخ أنا أصلاً لست عربي. روح مع السلامة، شكراً. شوف الآن بدينا نزع ملابسه. يا شيخ أنا أصلاً لست عربياً، بعد قليل أنا لست أعرف اللغة العربية، بابا أنت شنو يريد من عندي؟ بسرعة يحول باكستاني هندي، بسرعة يتحول ينزل. هو في المعارك مع أمير المؤمنين عليه السلام شنو يسوي؟ ينزع ملابسه، تخرج عورته، الإمام عليه السلام لا ينظر إليه من باب حرمة العورة. في المناظرة مشايخهم شنو يسوون؟ أنا ما أشوفه، لو أشوفه ينزع يخرط ملابسه قدامي، لأن أنا راح أدير وجهي عنه. فشي يقول؟ يقول بابا أنا ما يفهم، أنا ما يعرف لغة عربية، أنا ما يتكلم عربي، أنا ما يعرف دين، أنا ما يعرف الله، يطلع من الإسلام. يطلع من الإسلام، إي إي هذا أسلوبهم. قبل ينزعون ملابسهم هسه لا، يناظرك ويجيب لك روايات ويعرف بحار الأنوار وداخل حامي، بس يوم اللي تكبسه يقول لك بابا أنا ما يعرف، أنت منو أنا منو.